عدد الإصابات بداء السيدة في الجزائر في ارتفاع مستمر. مختصون من أطباء وباحثين دقوا نقوص الخطر من خلال يوم توعوي نظمته جمعية بياف بجامعة سعد دحلب بولاية البليدة. زيادة في الحالات اللي حامل السيدة راهي هذا العام أكثر من 580 حالة، وزيادة في الحالات تاع الناس اللي عندهم السيدة. رانا هذا العام رانا الإحصائيات اللي تمدوا راهم 81 حالة تاع السيدة زايدة يعني. والفرق ما بين السيدة وحامل الفيروس، حامل الفيروس هو يعني يعدي وما عندوش مرض مش باين فيه، أما اللي راهو في حالة السيدة هو مريض يعني راهو يعالج. والجزائر كما تعرفوا دارت الوسائل تامة من مينيستر لا سونتي، دار وسائل تامة باش يكون فيها ديبيستاج. 70% من اللي حاملين الفيروس في العالم هما من إفريقيا. دونك يعني إلا كنا نعرفوا هذه الأرقام هذه وشفنا هذه الأرقام هذه كما شفتوهم أنتم في لاصال دوك لما يقدموهم الأطباء المختصين في الاستاتيستيك، يعني تشوفوا باللي لازم نكونوا واعيين. ماشي الطلبة لازم يكونوا واعيين برك، ماشي العمال اللي يكونوا واعيين برك، ماشي الناس اللي في الديار اللي يكونوا واعيين برك، مي كلنا نكونوا واعيين باش نكسروا لاشين دو ترانسميسيون باش ما ينتقلش هذا المرض. الطلبة من جهتهم استحسنوا مبادرة الجمعية، وهم يأملون أن تتوسع العملية لتشمل كل الجامعات عبر التراب الوطني. دونك هذا المرض هذا وصل، سمعنا بلي وصل للجامعات، دونك بغينا نديروا حد باش ما يدخلش الجامعات تاعنا، باش نوعوا الناس وباش ما يدخلش الجامعه هنايا، بوغ سنسيبيليزي لي ستوديون تاع الجامعه باش يكونوا واعيين على هذا المرض هذا، على الافه اللي راهي كاينه، باسكو ما يكونش غير ان تابو هكا وما نهضروش عليه، كاين السيده دونك باش يكونوا كاع الناس واعيين. الطلبه جاوا كاع وكانوا ايزيتي انتريسي، كانوا حابين يعرفوا واش رانا دايرين، كانوا حابين يفهموا شنو هو السيده. دونك صافا نقدروا نقولوا بلي لا جورني تاعنا اليوم كانت جيده، وان شاء الله لي زونيفرسيتي الاخرين يديروا واش درنا حنايا. كيما راكم شايفين حنا هنايا لو سين تاع لو سيدا نديروه دائما هكذايا، سي ان في انفيرسي، في مقلوب. علاش؟ باسكو مازال ما لقينالوش دواء. انا نتمنى مع كاع الزملاء التوعي والطلبه والحاضرين هنايا يجي نهار وين نقدروا نديروا هكذايا ان في فيكتوار اللي نكونوا ان شاء الله لقينا له الدواء كيما درنا مع بوكو دو مالادي. اليوم التحسيسي كان ايضا مناسبه للتبرع بالدم، وإقبال الطلبة عليه ترجم روح المبادرة لديهم عندما يتعلق الأمر بالعمل الإنساني.